أهلا بكم مشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم مراسم وفعاليات إطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي شهدها وحضرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وتستهدف هذه المبادرة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية. تعد المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان أحد محاور المشروع القومي المستدام للتنمية البشرية بداية، والذي يجسد استراتيجية متكاملة هدفها الأول هو تنمية الإنسان. يذكر أن هذه المبادرة المهمة تم إطلاقها من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الجاري، وتعد من أهم المبادرات التي تركز على تنمية المواطن المصري، وتستمر لمدة 100 يوم بمختلف محافظات الجمهورية. وللمزيد من الحديث والمتابعة لمبادرة بداية جديدة معنا عبر الهاتف الدكتور محمد المنيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني. دكتور محمد مرحبا بك. يا أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور محمد. بالتأكيد هي مبادرة في غاية الأهمية، شهدناها منذ قليل بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهي مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع هذا الشهر سبتمبر الجاري. تتضمن عدة محاور تشمل كل الفئات العمرية. قبل الحديث عن تفاصيل أهداف هذه المبادرة وأهمية محاورها، كيف ترى بشكل عام اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري؟ الحقيقة ما حظى به الإنسان المصري في آخر 10 سنوات ما كان بيحظى به على عصور وسابقة طويلة جدا. احنا كان في مشاكل في المقام في المجال الصحي كانت غير مسبوقة، ما كانش في بيت يخلو من فيروس سي بمضاعفاته، البؤر السرطانية، القيء الدموي. الناس لما كان بيجي لها قيء دموي كانت بتبحث على مكان في يعني أماكن كثيرة جدا في 27 محافظة، كان هناك مشكلة غير مسبوقة في هذا المجال. وطبعا احنا شفنا كل المشاكل اللي كانت موجودة من وراء هذا الكلام والدجل اللي كان محاط حول هذا الأمر، وما كانش فيه علاج يقيني وسيطرة في هذا الأمر. قوائم الانتظار كان فيها مشاكل كبيرة جدا، ما كانش فيه حد بيصل إلى دوره نهائيا، مشاكل الأمومة، مشاكل الطفولة. فالدولة أول ما تسلم السيد الرئيس السلطة كان لابد من وجود قيادة حكيمة، رؤية ثاقبة، حلول لهذه المشاكل. فظهرت المبادرات الرئاسية للسيطرة على هذه المشاكل ولعدم وجود هذا الكلام، لأن حتى كان زمان الإحصائيات الموجودة كلها نظرية، وما كان ما أنزل الله بها من سلطان ما كانش فيها جدوى حقيقية وما كانتش فيها علاقة بالشارع. بدأنا بالقضاء على فيروس سي وجنينا ثماره. مصر أصبحت خالية بالمعايير العالمية، لمنظمة الصحة العالمية خالية تماما من فيروس سي بهذه المعايير، وتسلم السيد الرئيس الجائزة الذهبية من منظمة الصحة العالمية نتيجة جهود. احنا مجرد ان احنا بنقولها في سطر، لكن دي وراها جهود، وراها دولة، وراها جمهورية جديدة، وراها قيادة حكيمة، وراها خطى تنفيذية غير مسبوقة. قمنا بعمل مبادرة 100 مليون صحة، وتم فحص أكثر من 90 مليون مصري، ومن هنا ابتدينا نعرف. وطبعا فيها كان جزء ترهيبي وجزء ترهيبي، انت ما كنتش تطلع رخصة قيادة، بطاقة شخصية، ميلاد من غير ما يكون معاك هذه
100 مليون صحه اللي كانت صحيح. موجوده اول مبادره تمت، فقدرنا من خلالها تحصي المشاكل اللي موجوده في مصر. توالت المبادرات بناء على هذه المبادره موجهه للسيطره على مشاكل متفاقمه على مر العقود القديمه. فبدانا رعايه الامومه والطفوله، قسمنا قياس الضغط، السكر، الامراض الغير ساريه، الكشف المبكر عن الاورام، كبار السن، رعايه الامومه والطفوله. كل ده ما كانش سهل على فكره، احنا قلناه دلوقتي في كلمه. صحيح. ما سيادتك تفضل. تمام. كل ما ذكرته دكتور محمد، ورغم أهمية كل المبادرات السابقة التي تحدثت عنها خلال العشر سنوات الأخيرة، إلا أن هذه المبادرة تحديدا، مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، تعتبر مبادرة شاملة، تكملة وهي أيضا شاملة بتنوع المحاور التي تتناولها هذه المبادرة. ده نضوج الفكرة منذ بدايتها. صحيح. انت خدت اشادات عالمية بما قمنا به. احنا مش مجرد فقط خدنا منظمة الصحة العالمية، لا، انت اشادت بيك الصحف العالمية، اهمهم فوربس والجارديان ووكالة رويترز اشادت بيك، وكثير من الصحف الاوروبية الاسبانية اشادت بهذا الامر، ونددت بالغرب، بالاداء الغربي، ونادت بالتعلم من التجربة والقيادة المصرية في مثل هذا الامر. فكل ده يجعلك فخور بالاداء. طبعا تتوالى المبادرات، لان المبادرات موجهه لحلول سريعه للسيطره على مشاكل متفاقمه منذ عقود قديمه، الى ان كل ده ينضم في منظومه واحده، منظومه التامين الصحي بالمعايير العالميه، اللي هي ايضا فخر لكل مصري، وشايفين الرضا التام عن هذا الامر. لكن استمرارنا في هذه المبادرات لبناء الانسان والشخصيه المصريه بكافه الاوجه، والتنميه البشريه اللي احنا شايفينها، والتنميه اللي احنا شايفينها، على الاقل انا بتكلم من وجهه نظر الطب فقط وليس التنميه البشريه الشامله المذكوره. احنا عايزين نقول ان عندنا النهارده اكثر من 745 مركز غسيل كلوي، تضاعفت المراكز للرعايه الاوليه والتطعيم وخلافه. فانت عندك استمرار لبنيه تحتيه لمؤسسه تنتهي ب 2030 في إتمام منظومتها، منظومة التأمين الصحي، بنية تحتية بتكتمل، وشفنا أداء إدارة الأزمة في أزمة كورونا، والنهاردة بنجني ما فعلناه، مدينة الدواء المصرية، مدينة فاكسيرا للتطعيمات. لا، في دولة، في شيء يجعلك فخور. صحيح. ما يحدث على أرض الواقع، والنهاردة الإعلان عن هذه المبادرة للاستمرار في التنمية البشرية المصرية على كافة الأوجه في جمهورية جديدة بقيادة حكيمة. صحيح. دكتور محمد، دعنا نتناول بشكل أكثر تفصيلا محور الصحة بصفتك طبيب، بالتأكيد محور الصحة في هذه المبادرة. هذه المبادرة تشمل كل الفئات العمرية منذ الولادة، وهي مرحلة في غاية الدقة والأهمية، وحتى 65 عام فأكثر. محور الصحة في هذه المبادرة يتضمن إطلاق حملات توعوية في ملف الصحة، برامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية. كيف ترى أهمية هذا الملف بشكل عام في بناء الإنسان المصري من خلال ما ستتناوله وتنفذه هذه المبادرة؟ الحقيقة المبادرة دي تكملة للمبادرات السابقة، مبادرة للنضوج المبادرات للسيطرة على المشاكل المتفاقمة. مش عايز أقول فقط مشاكل المتفاقمة على مر العقود السابقة اللي احنا سيطرنا عليها بسيطرة غير مسبوقة بإشادات عالمية، لأن الكلام ده كان يحتاج إلى عقود، مش 10 سنوات فقط. بالإنجازات اللي احنا شفناها، اللي احنا فيه ده استمرار للسيطرة على أي مشكلة قد تطرأ. وفي داخل المنظومة الصحية الحالية ما وصلنا إليه ده شيء غير مسبوق الحقيقة. لدرجة أن أنا لا أستطيع، لو سألتني سؤال إيه اللي ممكن نضيفه، الإجابة لا أستطيع إدراك ما ممكن إضافته، لأن ما تم عمله واضح أنه مدروس بخطى ثابتة عظيمة غير مسبوقة، تؤدي إلى النجاح اللي احنا شايفينه ده، ورضاء تام، ويوجد استمرارية للسيطرة على أي شيء قد يطرأ. ومنها القوافل الطبية. احنا في العالم الأول المشاكل الكبرى بتواجه الأماكن النائية والخدمات في دول العالم الأول.
الخدمات الصحية في الأماكن المتطرفة من الدول دي بتجد مشاكل يعني تكاد تكون دونية. الحقيقة ما نجده في بلدنا من قوافل طبية بأعلى مستوى وسيطرة على المشاكل الموجودة في كافة الفئات العمرية اللي تشملها هذه المبادرات من أجهزة وفنيين وأطباء على أعلى مستوى استشاريين بالمعايير للجهار المصرية، ده شيء غير مسبوق في دولة يجعلك فخور بهذا الأداء الحقيقي. صحيح. في استمرارية للسيطرة على المشاكل التي قد تطرأ، أنت ما بتديش فرصة أن تظهر لك مشكلة. الاهتمام بكل الفئات العمرية دكتور محمد من حيث منظومة الصحة بشكل عام، أي مراحل عمرية من وجهة نظرك تستحق المزيد من الدعم والاهتمام؟ هل مرحلة البداية أم كبار السن؟ لا أستطيع الإجابة في هذه المنطقة، لأن الدولة أولت الاهتمام لكافة الفئات العمرية. احنا وجدنا الكشف المبكر في الأطفال وحديثي الولادة وضعف السمع شافينها في مبادرات موجودة بالفعل وتم عملها. كبار السن وملاحقة مشاكل كبار السن، شايفين التطعيمات في الفئات العمرية الأولى، متابعة التطعيمات مع الأكثر عرضة للأمراض وخلافه، متابعة الكشف المبكر عن الأورام في كافة الأعمار، الحاجات النسائية والسرطان القولون والبروستاتا. أنت لما تجد وتنظر في كافة التفاصيل ده شيء غير مسبوق. لما أجي أقول لك أحد المبادرات اللي هي من أهم المبادرات القضاء على قوائم الانتظار، 2 مليون وعدة مئات وبضعة آلاف من الجراحات ما بين زراعة قرنية وقوقعة، حاجات نادرة جدا، مفاصل، صرعين القلب، صمامات القلب، أنا بس بكلمك على الحاجات النادرة والسيطرة والقضاء على هذه القوائم. فأنت لما تيجي تقول لي قضينا على فيروس بي، قضينا على قوائم الانتظار، أنت قضيت على المشاكل الصحية بمعنى الكلمة. والاستمرار في هذه المبادرات للسيطرة على أي شيء قد يطرأ، تكفي الدولة شرفا ويعني عظمة للقيادة السياسية القضاء على فيروس سي. يكفي هذا. هو احنا النهاردة بس بنذكره من وجهة نظر في جملة صغيرة، لكن الحقيقة ما وراء هذا الأمر من جهد، والنتائج التي عادت على كل مصري، لأن ما كانش فيه بيت يخلو من فيروس سي، ما كانش فيه بيت ما كانش عنده قوائم انتظار. لا، ما يحدث، احنا في جمهورية جديدة. صحيح. أشكرك في النهاية شكرا جزيلا الدكتور محمد المنيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني، شكرا جزيلا لك. وأيضا أرحب بضيفي الدكتور عمرو يوسف أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية. دكتور عمرو مرحبا بك. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. أهلا بك. مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التي شاهدناها منذ قليل بحضور الدكتور مصطفى مدبولي ودشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية هذا الشهر، كيف ترى اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري من خلال مثل هذه المبادرات التي تعكس رؤية القيادة السياسية لتنمية المجتمع المصري؟ اسمح لحضرتك، يعني احنا من 2014 تقريبا احنا بنتكلم عن العشرات والعشرات من المبادرات اللي قامت بيها او كان تحت رعاية القيادة السياسية، واللي كان مضمونها او محورها هو تنمية العنصر البشري المصري. كتير من الأحاديث بتاعة سيادته القيادة السياسية في مؤتمرات عديدة كان بيركز على فكرة توعية البناء أو توعية بناء المجتمع المصري فيما يتعلق بالجانب التوعوي للعنصر البشري المصري. المبادرة اللي احنا بنتكلم بصددها النهاردة حقيقة هي بتجسد فكرة الاستثمار الجيد في ما يمكن فعله على أرض الواقع من استثمارات حقيقية الدولة بتقوم بها دلوقتي. كنا دايما بنسأل نفسنا مين اللي عنده القدرة على الحفاظ على هذه المقدرات من أولادنا والشباب اللي موجودين. كان لازم يبقى فيه مبادرة تهتم بفكرة الجانب التوعوي، يبقى فيه مبادرة شاملة فيما يتعلق بالجوانب الخاصة برفاهية الحياة. ويمكن عايز اقول لحضرتك، يمكن علماء الاقتصاد الاوائل لما جم قالوا لنا عن نظريه الانتاج وازاي نعمل انتاج كويس، كان اول عنصر من عناصر الانتاج الاربعه هو الانسان، وده دليل على ان العنصر البشري من اهم واغلى
ما يمكن أن تمتلكه الدولة من ثروات. إذا أردنا أن نلخص ونوجز الأهم الأهداف والمحاور الرئيسية التي تتضمنها مبادرة بداية جديدة، يمكن بداية جديدة أعتقد أن هي يعني مستمدة من المفهوم الكبير لكلمة بداية، وأعتقد هي دي مش هتبقى دي مجرد بداية، وأعتقد أن في إن شاء الله بعد الميت يوم هيبقى في مبادرات من نفس النوع تاني لكي نصل إلى النتائج المرجوة من هذه المبادرات المهمة في حياة الإنسان المصري. أعتقد أول فكرة ممكن ندعمها أو يدعمها هذا البرنامج هو تعزيز الأمن القومي. يعني كثير كنا بنسمع من القيادة السياسية إن في ناس كثير ما تعرفش يعني إيه دولة، ما تعرفش أهمية المشروعات القومية اللي بتتعمل على أرض الواقع، إزاي نحافظ عليها، إزاي نحافظ على مقدراتنا. دي من ضمن المحاور المهمة فيما يتعلق بمبادرة ابدأ، بالإجابة يعني بالإضافة إلى فكرة النظر في الجانب الصحي والجانب التوعوي والتعليم والرياضة، كل دي بتؤصل لفكرة الحياة الجيدة أو الكواليتي أوف لايف اللي احنا بنتكلم دايما عنها. كنا بنسمع من كام سنة إن في بعض الدول المجاورة ابتدت تعمل وزارات للرفاهية، والرفاهية مش مقصود بها الرفاهية بالمعنى اللفظي، ولكن الرفاهية هي جودة الحياة للمواطن. وأعتقد إن يعني مبادرة زي المبادرة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة إن شاء الله هي بذرة لمبادرات أخرى كتير للوصول إلى جودة الحياة في مصر. إذن ما هو المردود الإيجابي الذي يمكن أن يشعر به المواطن من وراء هذه المبادرة؟ يمكن لما احنا بنوفر يعني عدة مبادرات يعني تستهدف جانب الصحة وجانب التوعية وجانب الثقافة وجانب الرياضة، والحاجات دي بتتقدم بشكل يعني متاح للجميع بدون أي تكلفة إضافية على المواطن. أعتقد يعني الأسطول اللي احنا شفناه من دقائق على شاشة التلفزيون اللي بيتم ضخه في جميع محافظات مصر وربوعها، والوصول لأدق الأماكن تفصيلا عشان نوصل للناس لغاية أماكنها، ده أعتقد ده هيبقى ليه يعني مردود إيجابي بالنسبة للمواطن. وعايز أقول لحضرتك إن أحدث الدراسات الاقتصادية أثبتت إن المواطنين الأصحاء والمتعلمين واللي عندهم مهارة أو عندهم كفاءة إنتاجية أو ابتكار بيساهموا بدرجة كبيرة جدا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر. أريد أن أتحدث بشكل أكثر تفصيلا دكتور عمرو عن أهمية هذه المبادرة في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي في مصر الآن وفي السنوات القادمة. أي مستثمر أو أي استثمارات، احنا عارفين إن احنا الدولة دلوقتي في مرحلة بناء عظيمة، وإحنا يمكن من أيام جائحة كورونا وكان العالم كله بينظر إلى مصر نظرة استغراب واستعجاب أو تعجب، إزاي الدول كلها ابتدت توقف نشاطها الاقتصادي إلا مصر. الحمد لله رب العالمين كنا شغالين بناء يوميا حتى هذه اللحظة اللي بكلم فيها حضرتك، فكان واجب على الدولة إن هي تفكر في اتجاه موازي فيما يتعلق بتنمية الوعي أو الثقافة لدى المواطن المصري عشان نقدر نقدم للمجتمع مواطن أو يعني عامل أو موظف يعني عنده أو يمتلك من المهارة اللي ممكن لو في أي مستثمر عنده الرغبة في الاستثمار في مصر أول حاجة بيدور عليها هو جودة العامل أو الإفشنسي أو الكفاءة في الإنتاجية أو عملية الإنتاج. لما يدخل أي مستثمر أو أي استثمارات جديدة أجنبية زي ما احنا في مرحلة البناء الضخم اللي قلت لك عليها حضرتك من شوية، لما يلاقي هذه أو العنصر البشري المصري متوفر عنده هيساعد أكثر على ضخ استثمارات أجنبية أكثر، وبالتالي استمرارية في عجلة التنمية الاقتصادية في مصر أو فيما يتعلق به خدمة التنمية المستدامة. ده من جانب. الجانب الآخر المهم قوي، احنا عارفين حضرتك إن احنا في تعاقب للثورات التكنولوجية في العالم، الثورة الرابعة والخامسة وفي السادسة كمان، وما يتعلق به الارتفيشال انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي. وعشان كده مهم قوي الفترة اللي جاية إن احنا نركز على فكرة البناء والتنمية والتطوير والكريتيكال ثينك والتفكير الإبداعي، لأن في وظائف حالية موجودة مش هيبقى ليها وجود. عشان كده كان مهم قوي إن احنا نركز على فكرة الميثاق الوطني للذكاء الاصطناعي اللي كان من ضمن البنود بتاعته أهم البنود، ألا يكون استخدام الذكاء الاصطناعي في المستقبل يضر بحياة المواطن العادي. وعشان كده مهم قوي وإحنا بنطرح هذا الطرح في مسألة البداية، بداية مش مجرد مبادرة
يعني يعني شكليه او سطحيه المعنى والمحتوى، ولا دي مبادره على ارض الواقع الهدف الاساسي منها هو تحقيق مخرجات تساعد الدوله على تحقيق اهداف التنميه المستدامه. كنا نرى المبادرات السابقة، كل مبادرة تستهدف ربما فئة معينة من الجمهور أو عمر معين، ولكن هذه المبادرة مبادرة بداية تستهدف تقديم خدمات وبرامج متنوعة لكل الفئات العمرية من سن 6 سنوات وربما الولادة حتى سن 65 عام وأكثر. ما هي قراءتك لاهتمام الدولة بجميع الفئات العمرية؟ المبادرة دلوقتي بتخاطب أو مختلفة شوية عن المبادرات السابقة في نوعية الخدمات اللي بتتقدم. يعني أنا عارف دلوقتي وداخل المجتمع المصري وعارف المبادرة ألف اللي هتخاطب الطفل من ساعة ولادته لغاية بلوغ سن السادسة، ومن 6 لغاية 18، ومن 18 أعتقد لغاية حاجة و40، وعندنا كمان ل 75، وعندنا كمان برامج لكبار السن. أعتقد احنا لما بنيجي في اي مجتمعات غربيه يا استاذي العزيز نوجه منتج معين او سلعه معينه لشريحه كبيره من المواطنين، انا بختار الشريحه اللي بتخاطب السلعه دي وبجيبها وبعمل عليها تيست او اختبار. وده مهم قوي في الطرح الجديد بتاعنا بتاع المبادره الجديده ديت، ان احنا عندنا عده خدمات متنوعه طبقا للفئات العمريه المختلفه. ما ينفعش برنامج انا يعني موظفه ليه، انا محتاج من المرحله العمريه دي ايه، انا محتاج المخرجات التطبيقيه لهذه المبادره على هذه الفئه العمريه اللي عنده 6 سنين، ثم بعد ذلك او بعد ذلك. يعني معنى كده ان احنا بنوجه المبادره او بنكيف المبادره، بنقسمها شرايح عشان اقدر اخاطب كل فئه باحتياجاتها الاساسيه. نعم، أشكرك في النهاية شكرا جزيلا على هذا الطرح الدكتور عمرو يوسف، أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، شكرا جزيلا لك. وأيضا للمزيد من الحديث أرحب بضيفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي. أستاذ عبد اللطيف مرحبا بك. أهلا بحضرتك. أهلا بك. مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التي شاهدناها منذ قليل هي مبادرة في غاية الأهمية بالتأكيد، وفي توقيت أيضا في غاية الأهمية، فهي تستهدف كل الفئات العمرية وتعمل على عدد كبير من المحاور، التعليم والصحة وغيرها من المحاور المختلفة. كيف ترى اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري من خلال مبادرة بداية؟ وفي نفس الوقت لو شفنا ما تتضمنه هذه القدرة من خدمات واختلافه ألاقيها بتأتي مكملة أيضا لكافة المبادرات السابقة. ولكن ميزة في هذه المبادرة هو تقسيمها إلى شرائح. شرائح بمعنى إيه؟ شرائح عمرية. هناك اهتمام كبير جدا بالشرائح العمرية الصغيرة. الصغيرة لماذا؟ لأن لما تنشئ أو طالب في الابتدائي خالي من الأمراض، ده معناها إنه بيطلع إنسان سليم، ده معناها هو أيضا رفع الأعباء الصحية عن كاهل الموازنة العامة للدولة. ولذلك هنلاقي ان في هذه المبادره هناك اهتمام بالتعليم، هناك اهتمام بمحور الصحه والبرامج الصحيه والقوافل العلاجيه اللي هي بتغطي كافه المحافظات. القوافل العلاجيه لانها بتكتشف الامراض في مهدها، وبالتالي هي لا تكتشف فقط الامراض بل بتقوم بتسجيل المواطنين وتقديم الرعايه الطبيه والصحيه لهم طوال هذه الفتره، يعني في حين شفائهم. نفس الامر فيما يتعلق بفئات اخرى من 16 ل 18 سنه. دي مبادره خاصه ببرامج رياضيه صحيه تعليميه، وهذه البرامج وايضا برامج مخصصه حتى سنه اللي هو سنه 65 سنة. وبالتالي كل هذه المبادرات الهدف منها
هو يعني النشأ والتربية الصحية السليمة، وبالتالي ده بيرفع عن كاهل الدولة أعباء كثيرة جدا. ولذلك هنجد أن رئيس الوزراء مثلا على سبيل المثال حتى من خلال التقارير التي تلقاها من القوافل الطبية والعلاجية أكثر من 5600 قافلة، وكان هناك زيادة في عدد عمليات قوائم الانتظار في جميع التخصصات على مستوى الجمهورية، تم تقليص هذه الأعداد تماما، ده بالإضافة إلى الأمراض المزمنة وخلافه، فكل دي وعمليات الغسيل الكلوي والكلوي وخلافه، كل دي مبادرة أعتقد أنها بتأتي في إطار دعم حتى الأسر والمواطنين المصريين. رئيس الوزراء خلال إطلاق المبادرة اليوم في العاصمة الإدارية يعني هو والحكومة تقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة، حتى اسمها بداية جديدة لبناء إنسان. صحيح. مش مبادرة عادية يعني. صحيح. هذه المبادرة أستاذ عبد اللطيف تعتبر استكمال لمبادرات نفذت بالفعل على الأرض مثل مبادرة حياة كريمة و100 مليون صحة وغيرها من المبادرات، ما هو الاختلاف الذي تشهده مبادرة بداية عن المبادرات السابقة من حيث المردود الإيجابي الذي يمكن أن يشعر به المواطن هذه المبادرة؟ ده صحيح. ليه بقى؟ لأن المبادرات السابقة كان لها أهداف معينة، أهداف معينة زي مبادرة مثلا حياة كريمة. حياة كريمة كانت بتهتم في الأساس ب يعني دعم الأسر الفقيرة في المحافظات، دعم مشروعات البنية الأساسية، دعم التعليم والصحة والمستشفيات والطرق وخلافه، ده بناء على التقارير التي كانت تعدها وزارة التخطيط تتعلق ب يعني وتقارير الخاصة بمعدلات الفقر على مستوى مصر العربية. فكانوا بيتم من خلال المحافظين تلقي هذه التقارير ثم التعامل معها. هذه المبادرة ربما تختلف في ماهيتها، يعني كان في حياة كريمة، كان في مبادرة مليون صحة، كان في مبادرة ايرس سي، لا احد يختلف عليها، ودي من اهم المبادرات بل أشجعها على مستوى مصر وفي التاريخ المصري، لأنها لا تقل عن مشروع كبير جدا، لأن احنا كان عندنا مثلا فيروس في نسبة الإصابة عالية بالمقارنة بالمعدلات العالمية كانت 6 و7%، دلوقتي انخفض تماما. ده حاجة. هي نفس المبادرة لو حضرتك تتذكر مثلا مبادرات خاصة بشلل الأطفال، مصر خالية شلل الأطفال، لكن هذه المبادرة أهميتها في تقسيمها إلى شرائح. يعني إيه؟ تستطيع من خلال القوافل إنك بتتعامل مع شرائح مختلفة، فلذلك هتجد مثلا الطب مثال أو الأطباء تلاقي في أطفال على سبيل المثال طبيب شامل أطفال، وهناك لحالات حرجة، وهناك جراحين وخلافه، وبالتالي كل ده أشكرك في النهاية وضحت الصورة كثيرا. أشكرك الأستاذ عبد اللطيف وهبة نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه التغطية المباشرة لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري التي تبعناها من العاصمة الإدارية الجديدة وحضرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. أشكر لكم المتابعة وإلى اللقاء.